مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم الينا الان مباشره من بغداد عضو اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي العراقي الاستاذ حسين النجار. بدايه سيد النجار، مرحبا بك في نشره الثالثه لهذا اليوم عبر رشيد مره اخرى. ما الاسباب التي دفعتكم بالتحديد الى مقاطعه الانتخابات المبكره؟ وبماذا تتمثل مخاوفكم انتم كحزب شيوعي من التحديات التي تواجه نزاهه الانتخابات؟ شكرا لحضرتك وتحياتي لكادركم ولمتابعيكم. طبعا الحزب الشيوعي العراقي منذ لحظة إعلانه مشاركته بالانتخابات في نهايات 2020 تحدث عن مشاركة مشروطة بالانتخابات، وعن مطالباته بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وأن تكون الانتخابات رافعة للتغيير. لكن من خلال المراقبة ومن خلال متابعتنا للعملية السياسية وحضورنا بها تبين أنه إلى الآن لا تزال القوى السياسية المتنفذة متمسكة بأن تجري الانتخابات وفق المعطيات الموجودة حاليا على دماء انتفاضة شهداء انتفاضة تشرين، ولا يزال يعني قتلة المنتفضين حري أحرار وطريقي. كيف توضيح أكثر سيد النجار لو سمحت؟ نعم، يعني لا تزال مطالبات انتفاضة تشرين غير حاضرة في المشهد السياسي العراقي من خلال عدم كشف القتلة وعدم محاسبة رؤوس الفساد الكبيرة، وكذلك الإصرار على تطبيق قانون الانتخابات الذي لا يلبي طموحات الشعب العراقي من خلال تعدد الدوائر الانتخابية، وعدم تطبيق قانون الأحزاب، وغيرها من المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الموجودة. طيب، ألا يعطيكم الإشراف الدولي وإجراءات المفوضية من بطاقة بيومترية محصنة وقانون انتخابي رسائل اطمئنان بشأن نزاهة الانتخابات سيد النجار؟ هذه الإجراءات شكلية، الإجراءات السياسية، الإجراءات الأمنية، الإجراءات الاجتماعية. القوة السياسية اليوم المتنفذة والحاكمة نستطيع القول أنها تتنافس فيما بينها فقط، وأن الانتخابات الحالية لن تكون رافعة للتغيير، لن تكون بوابة التغيير، وبالتالي حتى لو اشتركنا فيها لن يكون هناك تغيير حقيقي ما دامت هذه القوى السياسية المتنفذة والقوى السياسية التي تمتلك أذرع مسلحة والقوى السياسية الفاسدة التي تحمي الفاسدين والقتلة هي التي تتحكم بالمشهد السياسي، وبالتالي لن نستطيع أنه نخوض هذه الانتخابات وأن نكون شاهدي زور على انتخابات مزورة منذ الآن. لا نقول يعني أنه الانتخابات سوف تجري حتى لو كان هناك إشراف أممي، مراقبة قوية، بطاقة بيومترية، لكن جميع الوقائع تشير إلى أنه هذه الانتخابات ليست في صالح الشعب. ودعونا هنا شهداء عوائل شهداء انتفاضة تشرين وقادتها الأبطال وشبابها وكل القوى الخيرة التي يعز عليها الشعب العراقي، وأن يكون يعني دور للشعب العراقي في التغيير أن يذهب باتجاه توحيد صفوفه، باتجاه تغيير قانون الانتخابات وتطبيق قانون الأحزاب، وأن تكون فعلا انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة. طيب نحن لن نهدد عملية الانتخابات ولا نهدد عملية انتقال السلم للسلطة، بالعكس هذا أسلوب كفاحي سلمي ديمقراطي. الحزب السياسي من حق اليوم أن يشترك بالانتخابات وأن يقاطع الانتخابات، لذلك لا يصح القول هنا أن الحزب الشيوعي والقوى التي تقاطع انتخابات تهدد العملية الانتخابية أو تريد تأجيلها. طيب، من يريد المؤتمر الصحفي سيد النجار لو سمحت، تحدثتم عن السلاح المنفلت وتحدثتم عن المال السياسي الذي سيقدم في الانتخابات، هل قدمتم هذه الملاحظات للجهات المعنية كالمجتمع الدولي مثلا ولم تجدوا تعاطيا حقيقيا لمعالجتها؟ لم يعد خافيا هذا على المجتمع الدولي ولا على مفوضة الانتخابات وعلى القوى السياسية وكذلك الحكومة، وعمليات الاغتيال والاختطاف والتغييب جارية على قدم وساق، عمليات النهب واستخدام المال السياسي والإعلام جاري على قدم وساق، صرف الموازنة باتجاه الدعاية الانتخابية جاري على قدم وساق، المعارك السياسية باتجاه الحصول على هذا المقعد وذلك المقعد على قدم وساق، هذا لم يعد يعني خافيا على الجميع. وما يجري الآن هو اللعبة باتجاه إعادة إنتاج نفس المنظومة السياسية، من يريد تعطيل العملية الديمقراطية ومن يهدد العملية الديمقراطية هؤلاء الذين يتحكمون بالمشهد السياسي من 2003 وإلى اليوم، وهم يحملون السلاح ولديهم المال السياسي ولديهم الإعلام ولديهم كل الإمكانيات التي وفرتها لهم الدولة، سيطروا على الدولة باسم الطائفة وباسم المذهبية وباسم القومية، وبالتالي استطاعوا هذه القلة القليلة من
من يدعي أنه يمثل الطوائف والقوميات أن يسيطروا على المال والسلاح ويسيطروا على مقدرات الشعب بصورة أجمع. والشعب اليوم جميعا بغض النظر عن المسميات والأرقام وغيرها يعاني من وطأة الفساد، يعاني من عدم توفر فرصة للعيش الكريم. طيب القوى المستفيدة سيد النجار، هناك من يقول سواء استمريتم بالمقاطعة أو لا فهذه الانتخابات قد تمضي بغيابكم وكذلك غياب التيار الصدري والقوى الأخرى التي انسحبت، لماذا لا يكون لكم أنتم حضور رغم كل ما ذكرت حضرتك سيد النجار وبالتالي العمل على التغيير إلى جانب القوى الوطنية وإن كان هذا الطريق صعبا؟ هذه الانتخابات بالحقيقة تختلف عن الانتخابات السابقة. نعم إنه هذه الانتخابات أتت على دماء انتفاضة تشرين ومطالبات الشعب العراقي بأن تكون هذه الانتخابات، وكان لها وطالبوا بها بأن تكون انتخابات للتغيير. الآن كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تكون تغيير ونفس المشهد السياسي ونفس المشهد الأمني والاقتصادي يعاد إنتاجه مرة ثانية؟ لذلك كيف لنا أن نشترك في هذه الانتخابات والقوى السياسية هي التي تتحكم بالمشهد السياسي؟ نعم ستكون من الناحية الدستورية هناك شرعية لها، لكن من الناحية الشعبية، من الشرعية السياسية، الشرعية الشعبية، الشرعية الديمقراطية لن تكون لها شرعية. في انتخابات 2018 صوت 20% من الذين يحق لهم التصويت في انتخابات 2018، وما بعد 2018 مباشرة 2019 كانت هناك انتفاضة. نحن نعتقد الآن في ظل تعمق الأزمة وازدياد تعمقها، ونعتقد أنها سوف تستمر وستزداد تعمقا، سوف تكون هناك احتجاجات شعبية واسعة، بل ستكون هناك ثورة جياع على اعتبار أنه الآن الحكومة والقوى السياسية متمسكة بما يسمى بالورقة البيضاء، بإجراءاتها الاقتصادية غير الحكيمة وغير السليمة، باستمرارها عدم محاسبة الفاسدين وتقديم القتلة إلى المحاكمة وغيرها من الأشياء التي لا يمكن لها أن تكون في يعني موازية مع انتخابات نريد لها أن تكون انتخابات حرة ونزيهة. اليوم الموقف شنو للحزب الشيوعي؟ هل ستدعمون خيار تأجيل الانتخابات أم المقاطعة؟ هل سيكون لكم موقف آخر في حال مضت الحكومة ومضت مفوضية الانتخابات بهذا الخيار؟ بالتأكيد نحن لا نرغب بتأجيل الانتخابات، ومن كان يرغب بتأجيل الانتخابات هو الذي سعى يعني تأجيلها من الشهر السادس إلى الشهر العاشر. يعني أتحدث لك بالأرقام وبالتواريخ، عندما جرى تأجيل يعني حكومتين لم يجري تمريرها مرشحين لرئاسة الوزراء، ومررت حكومة السيد الكاظمي، بعدها وقت كثير مضى على تشريع قانون الانتخابات، لم يجري تشريع قانون المحكمة الاتحادية بوقت مناسب، كذلك يعني المحكمة قصدي القانون الموازنة أيضا لم يجري تشريع بوقت مناسب. هذه كلها كانت معرقلات لعدم إجراء الانتخابات بوقت المبكر. ليش؟ لأن هاي القوى السياسية حست في وقتها مع وصول ذروة الاحتجاجات إلى ذروتها إلى مستواها العالي حست بأنه هي خاسرة لو كانت الانتخابات جرت في وقتها المحدد عندما فعلا طالب بها المنتفضون. في 2019 لكانت العملية السياسية اليوم شيء آخر، لكانت الغلبة لأبناء شعبنا العراقي، لكن هم بطريقتهم الخبيثة بمكرهم الثعلبي في أكثر من مرة يلتفون على مطالب الشعب العراقي ويقدمون إصلاحات بالحقيقة لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح، ويحاولون يذوبون المطالب وصولا إلى أنه أجلوا الانتخابات. هم يرغبون بتأجيل الانتخابات خوفا على مقاعدهم. إذا ما كانوا موجودين اليوم في مجلس النواب في مصادر السلطة وبالمستقبل أيضا ما راح يكونون، ما راح يحميهم أي شيء أمام القضاء العراقي النزيه والعادل. لذلك هم يسعون مرة أخرى إلى التنافس فيما بينهم والوصول مرة ثانية إلى السلطة حتى يحمون نفسهم من أبناء شعبنا العراقي. فقط السلطة من تحميهم، وحتى السلطة للتصحيح حتى السلطة لا تستطيع أن تحميهم مقابل الهبة الجماهيرية الشعبية انتفاضات شعبنا إذا صارت مرة أخرى لن يستطيعوا حماية نفسهم وسيكونون أمام القضاء العادل الذي سيقول من الفاسد ومن هو وقف إلى جانب شعبنا العراقي. نعم من بغداد حدثنا حسين النجار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الثالثة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.